من المناطق الصحراوية الجافة والقاحلة والهضبة القاسية والشامخة والصامدة، ستجد في قلبها عاصمة ليس لها مثيل. التاريخ والتراث، التطور والتطلع والطموح، الرؤية والازدهار، الجد والإنجاز، كلها تشرح لك ماهية الرياض. تعالوا معنا في رحلات استكشافية، راح نعيش المغامرة في المناطق الصحراوية الصعبة، وراح نقابل المؤرخين والباحثين عن تاريخ هذه العاصمة، ونزور الأماكن التاريخية العريقة، ونكتشف مظاهر العمران المبهرة، عشان نبحث عن جواب لسؤالنا: كيف نشأت مدينة الرياض وسط هذه البيئة الصحراوية الصعبة؟ تقع مدينة الرياض في قلب شبه الجزيرة العربية، واللي هي تقع في قلب العالم، وهي من أكثر المدن الحيوية والنشطة النابضة بالحياة والرؤية والإنجاز. الرياض مدينة عجيبة، كل سنة عن سنة تتغير ملامحها وتتطور في كل النواحي بسرعة مذهلة. مدينة ما تعرف الانتظار ولا الركود، كل فترة تبهرك بالعمارة والترفيه والمشاريع السياحية والخدمات لسكانها وزائريها، لدرجة أن كل دراسة تصدر سواء عن عدد السكان أو المساحة وإلى آخره، تجدها تتجدد وتتغير مو بس كل سنة، وإنما عدة مرات في السنة الواحدة، فما تقدر تجزم بأرقام معينة لأنها متغيرة باستمرار. لا يمكن تشبه الرياض بأي مدينة في العالم، لأن لها نمط عمراني وبشري وثقافي مميز ومستمد من المنطقة اللي تقع عليها. هضبة نجد. وإذا نبغى نفهم طبيعة الرياض الملموسة أو المعنوية ونجاوب على تساؤلاتنا الكثيرة حولها، قررنا أن نتوجه المنطقة اعتبرناها هي الأقرب للروح، مدينة الرياض. الهدف أن نوصل لأطراف هضبة نجد اللي نقدر نشوف منها الهمة الحقيقية لها، واللي نقدر نستشف منها الكثير من المعاني والتفاصيل المشابهة للعاصمة السعودية. وجدنا منطقة صخرية شامخة في ارتفاعها، قوية ومتماسكة، صامدة منذ آلاف السنين وصعبة جدا في طبيعتها. فالسؤال الأهم اللي قررنا نتقصى عن إجابته: كيف نشأت واحدة من أكبر عواصم العالم في هذه البيئة الصحراوية الصخرية الصعبة؟ الأرض هذه أرض تاريخية، يعني خرج منها أقوام ورجال وشاهدت كثير من الصراعات، وكانت فيها خلقت الأسطورة العربية وبعض الأديان ما قبل الإسلام، وخرج منها فرسان ومعلقات. ولو نظرنا إلى الماضي السحيق البعيد لرأينا عشرات الحضارات التي قامت ونشأت وامتدت واتسعت وتلاشت واندثرت.
نحن نعرف أن عاد وثمود ومن خلال القرآن الكريم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى انتهى، وقسم وجديس في اليمامة انتهى وبادوا. يذكر المؤرخون بأنهم سكنوا قبل الميلاد ب700 سنة، سكنت الرياض لأسباب عدة. السبب الأول هو وجود الوديان فيها وأرضها كانت خصبة، سكنت القبيلتين في هذه وصار بينهم قتال وحرب وبادتها سبحان الله أبيدت تماما بسبب القتال، وعشرات إن لم يكن مئات من القبائل العربية التي كانت هنا وعبرت الحدود إلى بلاد قريبة أو بعيدة لكنها كانت في يوم من الأيام هنا. الرياض بدأت مناوقة التاريخ من وصول بني حنيفة، وكان رئيسهم عبيد بن ثعلبة اختاروا هذا المكان، وكان هذا الكلام قبل 200 سنة قبل الإسلام، قبل فجر الإسلام. وجدوا أماكن جاهزة، كانت في قصور وكانت في بساتين ومزارع، فأخذ عبيد بن ثعلبة يبني أو يحجرها بالحجارة ما يقارب من 40 قصر و40 محلة أو 40 بستان، فحجرها فسميت حجر، وبعض الكتب تسميها حجر اليمامة. وهم طبعا من أقوى القبائل شراسة في القتال، في النبل والمراجل والفروسية تجدها عند بني حنيفة، وهذا يعم على قبائل الجزيرة العربية، بس اختصت بني حنيفة بالمعنى هذا. الرياض هي حجر اليمامة، واليمامة معروفة بالنماء وبالخصب، وحجر اليمامة مع مرور الأيام عرفت بالرياض. هذه المنطقة ما كانت فقيرة ولا كانت صحراوية بالمعنى المفهوم الدارج، بالعكس منطقة العارض ومنطقة وسط نجد اليمامة بالتحديد كانت من أكثر أصقاع الجزيرة العربية خيرات. نعم، وكان فيها القمح والشعير والتمر والغذاء والمواشي والجمال ما لا يعد ولا يحصى. فيها وادي حنيفة وكان يسمى في وقتهم وادي العرض، طولها تقريبا 120 كيلو، وتخللها روافد عدة، منها أبير ونمار وغيرها وغيرها من الروافد اللي تصب في وادي حنيفة. الرياض كانت أرض خصبة. الرياض نسبة إلى أو هي جمع روضة، روضة معنى هذا أنها قادرة على أن تلبي حاجات الناس الذين كانوا يعيشون على هذه الأرض. الرياض كانت تعتبر سلة غذاء الجزيرة العربية في تلك الفترة. امتدت الرياض وكانت تكبر بس بشكل طفيف، لدرجة أنك تستطيع أن الزمن يتوقف أحياناً فترة 100 سنة 200 300 سنة كما هي. بدأت الرياض كما نشاهدها الآن في النمو والاستقرار بعد فتح الرياض أو بعد دخول الملك عبد العزيز الله يغفر له للمصمك. من هنا من هذا المكان في 5 شوال عام 1319، 15 يناير 1902، استطاع الملك عبد العزيز ومن معه من إخوانه وأبناء الوطن استرداد مدينة الرياض، وكانت هذه الانطلاقة المباركة لتوحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية. من هنا كانت البداية، من هنا بدأت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز يرحمه الله. بني المصمك في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي عام 1282 هجري 1865 ميلادي. الإمام عبد الله بن فيصل هو عم للملك عبد العزيز وحفيد للإمام تركي بن عبد الله، وكان هذا المبنى جزءا من قصر بناه في تلك الفترة في مدينة الرياض. المبنى مبني كامل من الطين، طريقة البناء التقليدية في منطقة نجد، والأسقف من الخشب، الخشب اللي فوق يكون جريد وتحت يجي خشب الأثل، والجدران كلها مبنية من الطين. مساحة المصمم تقريبا 3000
1885 متر مربع. عدد الغرف على الدورين هو طبعا دور أرضي وأول وسطح 45 غرفة. يوجد في المصمك 4 أبراج، كل برج في زاوية من زوايا المصمك، ارتفاعه 14 متر، وأيضا برج في الوسط يسمى المربعة ارتفاعه 18 متر. الأبراج هذه مهمتها حماية المبنى والدفاع والمراقب. يعتبر المصمك مثال رائع للبناء التقليدي في منطقة نجد، البناء التقليدي اللي يمثل لك كيف كانت البيوت في تلك الفترة والقصور المبنية من الطين. المبنى من الخارج تشوفه صغير، لكن عندما تدخل تحس جدا بحجم المبنى وأهميته، والفكر والبناء والأشخاص اللي صمموا وبنوا فعلا مبنى رائع ومثال جميل جدا للبناء التقليدي في منطقة نجد. بعد أن استرد الملك عبد العزيز الرياض واقتحم المصمك واستسلمت الحامية الموجودة في المصمك، استخدم المصمك بعد ذلك مستودع لمدة سنوات معينة، إلى أن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عام 1400 هجري 1980 وجه حفظه الله ورعاه بإعادة ترميم المبنى وتحويله إلى متحف. تم افتتاح المصمك برعاية ملكية كريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين عام 1416-1995 ميلادي كمتحف متخصص الملك عبد العزيز، واسم المتحف مراحل توحيد وتأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز. أمر الملك عبد العزيز عام 1355 هجري ببناء قصور المربع. قصور المربع عبارة عن قصور كبيرة، مجموعة من القصور العائلية ويتوسطها قصر الديوان أو يسمونه الديوان الملك عبد العزيز. تطور إلى أن كان فيه مكتب سياسي، وتطور حتى بدأت فيه الاتصالات يسمونها السلكية واللاسلكية في تلك الفترة. جميع ضيوف الدولة يأتون إلى قصر المربع لمقابلة الملك عبد العزيز. حصل في هذه الفترة بعد دخول الملك عبد العزيز الرياض عام 1319 بدأت تتحرك عجلة الاقتصاد والنمو في الرياض ونواحيها. مدينة الرياض التاريخية كانت تقريبا مساحتها عندما استردها الملك عبد العزيز يرحمه الله قارب 2 كيلو في 2 كيلو، تقريبا عليها سور طبعا وبوابات، وعدد سكانها ما يقارب في تلك الفترة 15,000. الآن مدينة الرياض أكثر من 90 كيلو في 95 كيلو، وسكان الآن ما يقارب 7 مليون. ممكن أنت الآن تتخيل الفرق خلال 100 عام كيف كانت الرياض وكيف أصبحت هذه المدينة العظيمة عاصمة المملكة العربية السعودية قلبها النابض. الملك عبد العزيز أول ما دخل الرياض أعاد صياغة المباني والجسور والطوالي، يعني لدرجة أنه أخذ في بناء السور 40 يوم فقط. هذا يدلك أنه الرجل جعل مدينة الرياض مرتكز أساسي لعملية انطلاق التوحيد واستعادة ملك الآباء والأجداد من الرياض، من معقلها الأول. الملك عبد العزيز بدأ بأمر لم يفكر به أحد، لم يخطر على بالي أحد، هو البناء الحضاري. يلتفت، ما هو البناء الحضاري؟ بناء حضاري والدنيا قتال وصراع، لا، عند عبد العزيز لا. هنا بعد سنوات بسيطة التقى الزعيم الأمريكي روزفلت في البحيرات المرة في السويس، فكانت هناك شركة من كاليفورنيا للتنقيب عن البترول، وباكتشاف البترول نهاية التوحيد أو لملمة الأجزاء المملكة كانت ناحية الاقتصادية قد تغيرت من موارد ضعيفة شحيحة إلى ناحية اقتصادية هائلة. بدأ البناء بالإسمنت والمسلح تقريبا عام 1360 هجري، وبدأت السيارات تدخل إلى الرياض وتكثر. الملك عبد العزيز وحد، والملك سعود أسس الشركات والمؤسسات. يعتبر الملك سعود هو الملك الذي أسس أغلب الوزارات.
يعني بعد اكتشاف النفط وبدت الرياض تنمو رويدا رويدا يعني لما بلغت في فترة السبعينات في عهد الملك فيصل شأو عظيم يعني والملك خالد الله يغفر له بدت تكبر وتخرج عن إطار المتخيل يعني ولا حتى الدراسات المستقبلية في الأربعينات ما كانت تتوقع النمو الهائل. هنا رياض جديدة أخرى مختلفة تمام، مختلفة في الروح، مختلفة في الثوب، مختلفة في المظهر، مختلفة في الجوهر. الرياض أول مدينة تقريبا في كبد الصحراء تزرع، تزرع زرع ما هي منبوت طبيعي يعني. المدن الحضارية مثلا في أي بلد في العالم في أي كذا تجد أنه يعني انبنت تدريجيا حتى وصلت الماء. أنا أقول لو أنه التطور السريع هذا في أي بلد آخر كان أصيب باهتزازات حضارية وثقافية. شخصية أبناء الجزيرة بالتحديد أهل نجد شخصية قوية عندها علاقة وطيدة بقوة في نسبها في دينها في اعتزاز قوي. بدأت للرياض هجرة عجيبة في الرياض. كان يذكر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن تقريبا إحصائيتهم 18 ألف أسرة تهاجر إلى الرياض سنويا. يهاجروا للرياض بسبب وجود الأعمال والترفيه بعض الخدمات الخاصة لهم يعني. خروجهم لعالم المدنية بشكل مباغت أحدث صدمة هائلة. كان الحائد الصد هذا قوتهم الإيمانية حقيقة، اعتزازهم بدينهم وعروبتهم ونسبهم وحضارتهم، كأنه الأهم كان العمق الإيماني قوي. ملك سلمان هو أساساً حاكم للرياض يتجاوز 50 سنة وأكثر، صارم في العمل، صارم في القراءة، صارم في كل شيء، ومحب للتاريخ واحتكاكه بالناس، احتكاكه بالعالم، ولد عنده نوع يسمونه التاريخ الميداني. كيف بنيت الدولة السعودية في فترة من الفترات؟ قلة هم اللي يدركون هالأشياء. الآن الناس تعرف، والملك سلمان عقد جسر معرفي ما بين التاريخ الماضي والواقع الراهن لأجل المستقبل. فهذه أنا أعتقد أنه الرجل استطاع أنه يعقد هالأشياء من أجل بناء بنية حضارية جديدة في المملكة العربية السعودية. المتاحف بالعادة تسعى لأنها تخدم المجتمع وتطوره، تجمع فيها القطع الأثرية والتراثية وتعرض المعلومات الموثوقة لتاريخ المكان، وكل هذا بهدف التعليم والتثقيف والترفيه. ولنفهم تاريخ الأرض والبشر ونجد الأجوبة على تساؤلاتنا حول الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام، ما في مكان أفضل من المتحف الوطني اللي في المنطقة التاريخية في قلب الرياض. المتحف رهيب، اللي اشتغل على المتحف هذا عبقري، عباقرة كلهم الصراحة، لأنه مصممينه بطريقة كأنك وانت تدخل كأنك تتفرج على فيلم، فهي أحداث بتيجي ورا بعض على الطريقة اللي انت بتمشي عليه، فانت بتشوف أحداث فكأنهم بيبنوا لك قصة لكن متجسدة، عارف؟ أنا ما شفت في متحف تاني الصراحة، أبداً ما شفت متحف بالطريقة مقسمها بالطريقة هذه. صحيح أن الرياض تتطور وتتقدم بشكل سريع، لكن لا زال بإمكانك تلاقي أماكن ومناطق معينة أهلها متعلقين بالماضي الجميل. زي سوق الزل القريب من قصر الحكم في المنطقة التاريخية، المكان هذا بمثابة السوق الشعبي اللي يعيشك الابتسامة الصادقة والبساطة في التعامل والمروءة العربية. وأجمل فقرة مزاد القطع التراثية
يقام في وسط السوق يعيد إحياء ذكريات قديمة تتعلم منها أن الإنسان لا يمكن أن ينسى ذكرياته الجميلة. حبيبي انت. اعتقد من الاشياء اللي حرصوا عليها في السوق هنا انهم يعملوا هذا المزاد لانه بيذكرهم بايام زمان، بيذكرهم باجدادهم، بيذكرهم يمكن بشياب ايام اول، فتلاقي القطعه اللي يشتريها واحد يمكن يرجع يبيعها تاني بعدين، عارف؟ لكن هو فقط انه هو يتذكر ايام زمان، يعني هذا اللي انا لاحظته. تأمل في هذا الفضاء الرحب يعطيك شعور وكأن العالم بدأ من هنا. النمط الصخري اللي على جدران هضبة نجد أعطانا انطباع جميل عن ثراء هذه الطبيعة وتاريخها القديم اللي يمتد لآلاف السنين. شموخ سلسلة جبال طويق كانت ولا زالت وستظل رمز للإلهام والسمو وعلو الهمة والحافز لبلوغ القمة ومعانقة عنان السماء.